لقاء مثمر سمعنا فيه لتصريحات كبيرة وأفكار جديدة كانت بتتكلم على الرقابة على النشاط الرياضي، الأسعار والرقابة التموينية، ضعف الرقابة التموينية، زيادة الكثافة الطلاب في المدارس، التطوير، الناس بتشيد بالتطوير اللي عمله السيد الرئيس في المقطم. الناس كلها اتكلمت بحرية وتلقائية، مفيش تحفظ في حاجة. نقلنا مشاكل منطقة المقطم سواء في مجال الشباب أو في مجال الرياضة أو في مجال الطرق أو المشاكل العامة بصفة عامة. نتمنى هنا كدائرة المقطم إن إحنا يكون في مثل هذه الحوارات مع التنسيقية ومع نواب التنسيقية، لأن ده هيضيف كتير جدا ما بين شباب ومرأة ودين إسلامي ودين مسيحي داخل دائرة المقطم.